بس أنا عايز أميز بين 3 حاجات مهمين حقيقة من أيام الآباء نبهونا ليها. في فرق بين الهرطقة والانشقاق والرأي. الهرطقة لخبطة في الإيمان تخص خلاص الإنسان وتمس جوهر العقيدة من جهة ألوهية المسيح أو حقيقة الثالوث أو الروح القدس أو أي حاجة تخص الجوهر الإلهي أو ما يخص خلاص الإنسان، دي تبقى هرطقة. وبرضو عايز أنبه في الحتة دي، مش كل واحد يغلط في الإيمان يبقى هرطوقي، كلنا عرضة إن احنا نغلط. تمام. الواحد ممكن من غير ما يكون مستعد يجاوب على سؤال يطلع فيه حتة غلط، كلنا بنغلط. وممكن واحد في وعظة في انفعال يقول حاجة تطلع مش مظبوطة، معلش بتحصل يعني. لكن امتى تبقى هرطاقة؟ لما يصر عليها، لما حد يراجع يقول له الحتة دي مش مظبوطة يقول له لا لا دي مظبوطة وانتوا الغلط، ويصر على الخطأ يبقى هرطوق. ولما كمان يتناقش، يعني مش واحد يحكم عليه غيابيا، لازم يناقش فيما قاله لئلا يكون بيقصد شيء غير اللي احنا فهمناه. تمام. ولذلك الآباء مثلا أخطر بدعة كانت بدعة أريوس، ما أخدوش ضده قرار مستعجل، اتعمل له مجمع في اسكندرية واتناقش وأخدوا قرار. لما البدعة انتشرت بعد المجمع دوت اضطر يبقى في مجمع مسكوني في نيقيا، وهو أريوس بدأ نشاطه وبدعته أيام البابا بطرس خاتم الشهداء، وجه بعده البابا أرشلاوس والبابا ألكسندروس ولسه أريوس شغال، والبابا أثناسيوس ولسه أريوس شغال. فكان دايما الهرطوقي هو اللي نناقشه في بدعته تمام. ويصر عليها ويتمسك بيها ويعند، يؤخذ ضده قرار. دي أول بند اللي هو الهرطقة. تاني بند الانشقاق، ممكن يكونوا بنفس الإيمان، يعني مثلا كنيستين أو كنيسة جواها إيمان واحد، لكن في واحد من الخدام عمل انشقاق تمام. لأي أسباب، فده أخطر من البدعة، لأن الكنيسة يجب أن تكون واحدة ما فيهاش انشقاق. الانشقاق أخطر من البدعة. أه طبعا البدعة أمرها واضح تمام. معروف ده مبتدع، لكن الانشقاق بيبقى ناس إيمانها زي إيماننا بس هو غاوي يعمل قطيعة داخل الكنيسة، زي حكاية بولس وأبولس، تمام. إيمانهم مع بعض صح صح. بس في ناس تتبع بولس ناس تتبع أبولس، فبولس قال لهم ما ينفعش احنا كلنا نتبع المسيح. الحاجة التالتة بقى دي اللي هي مهمة جدا، الرأي. ممكن واحد يكون كل إيمانه صح بس عنده رأي غلط في حتة بس، فده ممكن الكنيسة ما تاخدش ضده إجراء بس بتنبه الناس إن الرأي ده مش مظبوط. على سبيل المثال عندنا قديس عظيم في الكنيسة كلنا نجله وما نستاهلش تراب رجليه، اللي هو القديس أغسطينوس. تمام. أغسطينوس له رأي مش مظبوط من جهة النعمة، كلامه من جهة النعمة، والكنيسة العامة قالت رأي أغسطينوس في النعمة مش مظبوط، لكن قديس والتمسوا له العذر لأن هو لما ضخم من عمل النعمة كان ليها سببين. السبب الأولاني أنه هو اختبر عمل النعمة في حياته فكان من النقيض للنقيض، كان عايش في الشر والنجاسة بقى قديس وأسقف، تمام. فحس بنعمة ربنا فقعد يمجدها زيادة. الحاجة التانية إن كان وقته في بدعة اسمها البيلاجية، نسبة إلى واحد اسمه بيلاجيوس كان بينكر عمل النعمة خالص، فدفاع أغسطينوس ضد البيلاجية خلاه يتطرف في كلامه عن النعمة. فالكنيسة العامة في كل العالم عارفة أن أغسطينوس له رأي خاص في هذا الموضوع. ممكن واحد كاهن يكون حلو في كل حاجة بس ليه رأي في موضوع، رأي خاص. فاحنا نفس الكلام بينطبق على العلامة أوريجانوس سيدنا لا، أوريجانوس في ولا الحقيقة مش مختلف؟ مجرد رأي، ده آراء كثيرة وأخطاء كثيرة، ويقولوا أوريجانوس لغز التاريخ، عشان كده ما سموهوش القديس، سموه العلامة علامة. أوريجانوس، لكن أغسطينوس قديس. رأي واحد في حتة ما هيش خطر،
لكن آراء كثيرة في أخطاء كثيرة ده مش مظبوط. عشان كده لما نلاقي في أب بيقول رأي وأب بيقول رأي تاني ما ننزعجش، ما احنا ما عندناش مسدس نضرب به الناس ولا عندنا نوع من القهر في الفكر، تمام. بس بنميز نقدر نقول لا الرأي ده متطرف والرأي ده متزن، وما ننزعجش لأن الكنيسة في هذه فيها الجو الحر دوت، ما احناش متكتفين يعني. لكن لما الرأي بيزيد أو عن حد ويسبب ضرر للناس ويسبب ضرر في الإيمان بيبقى في موقف من الكنيسة. بس مش بيحصل بلبلة برضو يا سيدنا بين الشعب الكنيسة لما معاكي بيسمع حق هذه طبعا، الآراء؟ عشان كده احنا الرأي اللي هي بتقوله الأخت في السؤال بتاعها إن يكون في مؤتمرات للكهنة، أوريدي ده معمول، إن بيبقى في مؤتمرات في كل إبرشية، بيتعمل اجتماع شهري للكهنة كل الإبرشيات، وعندنا في القاهرة كل المناطق الرعوية، يعني عندنا في وسط القاهرة في اجتماع ثابت للكهنة كل شهر، وكذلك في كل منطقة. وبعدين بنيجي في مناسبات معينة بنعمل مؤتمر 3 4 أيام يجتمع فيه كل الكهنة بتوع الإبرشية ويتشاوروا في أمور ويوحدوا رأيهم. وأحيانا بتعمل مؤتمرات بين إبرشيتين أو 3، وأحيانا بيتعمل لقاء لكل كهنة الصعيد مثلا، كل كهنة وجه قبل، فبيحصل. لكن برضو عايز أنبه الناس إحنا ما إحناش دكك، تمام. كل واحد له رأي وفكر، فأحيانا بيبقى في مؤتمر في مناقشة وكل حاجة واحد مننا يطلع برضو مش مقتنع أوي بالتقال. طالما إن رأيه ده مش ضد الإيمان ومش خطر على خلاص البشرية، يعني الناس اللي سامعين ليه بنعديها، مش بنعلق حبل المشنقة عشان الناس مفكرة إن الكنيسة القبطية وقفلنا بالمسدس اللي يخالف الرأي بتاعها في الطخ، لا الكلام دوت لما يكون رأي خطر جدا منحرف جدا متطرف جدا وصاحب هذا الرأي مصر عليه بعند، ومع ذلك بيعطى فرصة طويلة علشان يتصلح. أي واحد أخذ ضده قرار معناها إن عدت عليه سنين كتيرة على ما أخذوا هذا القرار. تمام. لكن الفكرة بتاعت إن احنا نجتمع ونتناقش دي موجودة على مستوى المجمع وعلى مستوى مجامع الكهنة وعلى مستوى مناطق على بعضها، وفي الآخر بنوحد الرأي. لكن زي ما بقول وبعيدها تاني، ممكن واحد في الوسط مش مقتنع، تمام، أو أسلوبه برضه بيوصل حاجة زي كده الرأي بصورة الناس ممكن تفهمها غلط.